لغة السموا التي يتكلمها مواطنو نيوزيلندا الأصليين تشارك رسمياً للمرة الأولى في الدورة 84 لجائزة أكاديمية السينما. الفيلم بعنوان الخطيب دخل التصنيف عن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية. أردت أن أروي قصة يمكن للأجانب أن يجدوا أنفسهم فيها وكذلك المشاهدين، لكنها قصة عن السموا. وهذا أول عمل توثيقي حول ثقافة السموا وأول عمل لمخرجة تسو تاماتسيز. الفيلم يتابع قصة سيلي، رجل صغير القامة يعيش حياة متواضعة مع ابنته وزوجته في قرية ساموا تقليدية. إنها قصة شخص في وضع غير متوقع، وعلى هذا الرجل مواجهة محنة عصيبة. هناك أشياء كثيرة عليه مواجهتها، وهو فيلم عن التسامح والحب. وزوجة سيلي طردت من قريتها الأصلية، وعليهما مواجهة تهديدات في حقولهما وحول ابنته التي تتمتع بجمال خارق وتصبح محط أنظار شبان القرية. وفي أحد الأيام يتعين على سيلي أن يخاطب علناً للدفاع عن أغلى ما يملك.